عبر الهاتف من دبي الكاتب السياسي الأستاذ عبد الله بن بجاد. أستاذ عبد الله، برأيك كيف يمكن أن يتعامل العالم مع هذه أو مع هذا البيان، خصوصا أنه مدعم بالأسماء؟ نعم، هذه خطوة جديدة في توضيح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لسياستهم في مقاطعة دولة قطر. الحقيقة أنه صانع القرار القطري لا زال يصر على سياسات الضلال السياسي التي كان يتبعها خلال أكثر من 20 سنة. وأنا أعتقد أنه اليوم أمام واحد من خيارين، إما العودة إلى الحضور الخليجي والعربي حيث العمق الاستراتيجي الحقيقي لقطر، وإما الإصرار والعناد على تلك السياسات والاتجاه إلى أي محور في المنطقة معادي لدول الخليج وللدول العربية. نحن اليوم أمام لحظة تاريخية فيها خيارات حاسمة، لكن من الجيد أن تخرج الصراعات في المنطقة إلى السطح وأن تتبين الدول مناهجها وتوجهاتها ومواضع أقدامها. تحديدا هذا البيان تكمن أهميته في رصد مفصل وإن كان بشكل مبدئي لعلاقة قطر بالإرهاب. معروف أن دولة قطر دعمت الإرهاب السني والشيعي على مدى 20 سنة الماضية. في الإرهاب السني دعمت الإخوان المسلمين وفروعهم، وأيضا دعمت تنظيم القاعدة وفروعه، وتدعم اليوم تنظيم داعش وفروعه. على المستوى الإرهاب الشيعي هي دعمت حزب الله ودعمت الحوثي وتدعم الحشد الشعبي وتدعم حركات الإرهاب الشيعية في البحرين وفي غيرها من دول الخليج. فاليوم العالم يتجه إلى محاصرة حقيقية للإرهاب، تشارك فيها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشكل فاعل وقيادي. يجب على قطر أن تستوعب أن هذه لحظة فارقة في التاريخ، وأن تحدد المستقبل الذي تريده لشعبها ولوطنها. أيضا هناك أنا أعتقد موضوع بالغ الأهمية أن يكشف عنه، وقد كشف عن بعضه من خلال الأسماء والمؤسسات التي أعلن عنها هذا البيان، وهي أن هناك طابور خامس قطري تم بناؤه عبر 20 عام من خلال مؤسسات دينية ومراكز دراسات ووسائل إعلام ومؤسسات تبرعات خيرية ينتمى لها وتعامل معها كثير من مواطني دول الخليج والدول العربية. اليوم جاءت اللحظة الحاسمة على جميع من عمل أو انخرط في مثل هذه الجمعيات أو المؤسسات أو الوسائل التي ترعاها قطر أن يتبرأ منها وأن يبيض صفحته أمام وطنه وأمام شعبه وأهله. لا يجوز بعد اليوم الوقوف على الحياد في مسألة الوطن ومسألة الوطنية، على أن كثير من أتباع قطر الذين ينتمون إلى الإسلام السياسي سواء الإخوان المسلمين أو السرورية أو غيرها أو حتى حركات الإرهاب، هذه الحركات لا تعترف بالوطن. واليوم جاءت لحظة الحقيقة، إما أن تكون مواطناً موالياً لوطنك أو أن تظهر عدائك وانتسابك إلى أجندة خارجية أو إلى أجندة إرهاب. أستاذ عبد الله، ما المنتظر من دول العالم التي تعاني من الإرهاب، خصوصاً في دعم هذا البيان أو العمل الذي سيتبعه؟ نعم، ربما كثير من دول العالم ليست لديها معلومات تفصيلية عن دعم قطر للإرهاب، خصوصا أن قطر تبنت سياسات تعتمد على التناقض من جهة إعلان محاربة الإرهاب ومن تحت الطاولة الدعم للإرهاب. لكن اليوم 3 دول شقيقة لقطر من دول مجلس التعاون الخليجي هي التي تتصدر فضح الدعم القطري والتمويل القطري للإرهاب، وبالتالي هناك كنز من المعلومات لدى هذه الدول عن علاقة قطر بالجماعات الإرهابية، وهذه المعلومات سوف تظهر تباعاً. أنا أعتقد أن هناك معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة لم تظهر إلى الآن على السطح، في انتظار أن يكون استجابة أكثر عقلانية من الدوحة ومراعاة للشعب القطري ولعمقه في دول الخليج، عمقه الحقيقي، بدل من المغامرات والقفز في المجهول تجاه محاور إقليمية لا تريد الخير لقطر، أو تجاه تحالف ثبت فشله مع جماعات الإسلام السياسي
على مدى 20 عام. نعم، الكاتب السياسي عبد الله بن بجاد، شكرا جزيلا لك.